من آلاف السنين والحلبة بتستخدم في الطب البديل وفي الطب الصيني لعلاج الأمراض الجلدية وكتير من الأمراض الأخرى. كمان الحلبة بتعتبر من التوابل المنزلية الشائعة، وهي عنصر شائع في الأطباق الهندية، وغالبا ما بيتم تناولها كمكمل غذائي. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الحلبة وأسرارها، وإزاي هي مشروب لا غنى عنه سواء للرجالة أو للستات. وفي نهاية الحلقة هنعرف أفضل الطرق لشربها، وكمان إيه هي الكميات الصح اللي المفروض نشربها كل يوم. كل 11 جرام أو معلقة كبيرة من الحلبة بتحتوي على 35 سعرة حرارية وكتير من العناصر الغذائية، يعني بتحتوي على 3 جرام من الألياف و3 جرام من البروتين و6 جرام من الكربوهيدرات وجرام واحد من الدهون. أما بالنسبة للعناصر فالمعلقة الكبيرة ديت فيها 21% من الاحتياج اليومي من الحديد و6% من المنجنيز و5% من المغنيسيوم. وأول فوائد الحلبة أن لها تأثيرات كبيرة على إنتاج حليب الثدي. حليب الثدي هو أفضل مصدر للتغذية لنمو الطفل، ومع ذلك ممكن بعض الأمهات تواجه صعوبة في إنتاج كميات كافية للأطفال. ومع أن الأدوية الموصوفة بتستخدم بشكل شائع علشان تعزز وتحسن من إنتاج الحليب، لكن الأبحاث بتشير إلى أن الحلبة بديل طبيعي آمن ورائع. وجدت الدراسة استمرت 14 يوم على 78 أم حديثة الولادة إن شرب شاي الأعشاب مع بذور الحلبة هيزود من إنتاج الحليب وهيساعد الأطفال على اكتساب المزيد من الوزن. وفي دراسة تانية أجريت عام 2011 قسمت 66 أم لثلاث مجموعات، أحد المجموعات ديت شربوا شاي الحلبة، والمجموعة التانية تلقت علاج وهمي، والمجموعة التالتة ما شربتش حاجة. لو ان حجم حليب الثدي زاد من 34 ملي في مجموعات التحكم والعلاج الوهمي الى 73 ملي في المجموعة اللي شربت شاي الحلبة. تاني الفوائد ان للحلبة تأثيرات على مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال، ويعتبر ده من احد الاسباب الاكثر شيوعا لاستخدام الرجالة لمكملات الحلب. وجدت بعض الدراسات انه ليه اثار مفيدة كمان في زيادة الرغبة الجنسية. وفي احدى الدراسات ادى تناول 300 ميلي جرام من الحلبة مرتين في اليوم لمدة شهرين لزيادة كبيرة في مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجالة. كمان المشاركين شهدوا انخفاض في نسبة الدهون في الجسم مقارنة بالمجموعة الضابطة في الدراسة، وفي نفس الوقت ما حصلش اي انخفاض في قوة العضلات. وفي دراسة تانية استمرت 6 اسابيع تناول 30 رجل مكمل بيحتوي على 600 ميلي جرام من مستخلص الحلبة مع المغنيسيوم والزنك وفيتامين بي 6. وكان الهدف من التجربة ان احنا نقيم التغيرات الوظيفية في الوظيفة الجنسية والرغبة الجنسية. المشاركين معظمهم بلغ عن زيادة القوة الجنسية وتحسين الوظيفة الجنسية كمان. الفايدة الثالثة للحلبة انها هتساعد في السيطرة على مرض السكري ومستويات السكر في الدم. في احدى الدراسات شهد الاشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني واللي كانوا تناولوا 5 جرام من مسحوب بذور الحلبة مرتين يوميا لمدة شهرين فقط انخفاض في مستويات السكر في الدم اثناء الصيام، وكمان انخفاض في دهون البط ومؤشر كتلة الجسم والهيموجلوبين A1C، ودي علامة على نسبة السكر في الدم على المدى الطويل. ممكن يكون كمان المحتوى العالي من الألياف اللي موجود في مسحوق أو بذور الحلبة مفيد في دعم التحكم في نسبة السكر في الدم حتى عند الأشخاص اللي مش بيعانوا من مرض السكري. في الحقيقة وجدت إحدى الدراسات إن استبدال 10% بس من دقيق القمح المكرر في الكحك والخبز بمسحوق الحلبة هيقلل بشكل كبير جدا من مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام حتى عند الأشخاص اللي مش بيعانوا من مرض السكري.
رابع حاجة، ودي مجموعة من فوائد صحية تانية كتيرة للحلبة. الحلبة زي ما ذكرنا ان هي استخدمت في الطب البديل وفي الطب الصيني لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات. اول الحالات اللي استخدمت فيها وهي التحكم في الشهية، اظهرت بعض الدراسات انخفاض في تناول الدهون والشهية، ومن بين الدراسات اللي استمرت ل 14 يوم لقيت ان المشاركين خفضوا تلقائيا اجمالي تناول الدهون بنسبة 17%. تاني الفوائد انها بتتحكم في مستويات الكوليسترول، واشارت بعض الادلة الى ان الحلبة ممكن تخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية. الفائدة رقم 3 ان بعض الدراسات التجريبية لمدة اسبوعين على بعض الاشخاص اللي بيعانوا من حرقة المعدة المتكررة لقيت ان الحلبة هتقلل من الاعراض ديت، بل تطابقت الاثار بتاعتها كمان مع تأثيرات الادوية المضادة للحموض، وده بيخليها بديل طبيعي لعلاج حرقة المعدة. الفائدة الرابعة وهي ان الحلبة او عشبة الحلبة اظهرت تأثيرات مضادة للالتهابات في الجرذان والفئران، ومع ذلك هناك حاجة للمزيد من الابحاث عشان نأكد اذا كانت التجارب ديت بتنطبق كمان على البشر او لا. بالإضافة للفوائد ديت بتشير بعض المراجعات والتقارير إن الحلبة ممكن تساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي وتخفف من مشاكل الجهاز الهضمي وتعالج العديد من الحالات الهضمية الأخرى. طب إزاي هنستخدم الحلبة أو نشربها، وإيه هي الكميات الصحيحة اللي إحنا هنشربها؟ الحلبة عنصر موجود في كتير من المكملات الغذائية، وبما إن التركيبات دي بتختلف ففي الحقيقة مفيش جرعة واحدة موصى بها، لكن ممكن تختلف الجرعة اعتمادا على الفايدة اللي إنت بتسعى ليها. فمثلا بنستخدم في الأبحاث القائمة على زيادة هرمون التستوستيرون حوالي من 250 إلى 600 ملي جرام من مستخلص الحلب، بينما في حالات الأبحاث المتعلقة بزيادة إنتاج حليب السد فبنستخدم من 1 ل 6 جرام فقط. لكن بالنسبة للدراسات اللي أجريت على تأثيرات الحلبة على خفض نسبة الكوليسترول والسكر في الدم، لقيت إن الجرعات اللي ممكن تكون أكثر فاعلية بتتراوح ما بين 5 ل 25 جرام، ويفضل تناول المكملات الغذائية اللي بتحتوي على الحلبة قبل أو مع الوجبة، ده بسبب ان الحلبة بتساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم، فهيكون من الافضل ان انت تتناولها مع اعلى وجبة من الكربوهيدرات في اليوم. وقبل نهاية حلقتنا بنحب نفكركم ان جميع مصادر معلوماتنا هتلاقوها في وصف الفيديو، وممكن تشرفونا بزيارة موقعنا www.riaya.com وهتلاقوا الرابط بتاعه في الوصف. نتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وزي ما تعودنا اي استفسارات ياريت تكتبولنا في التعليقات وهنجاوب عليها، ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك وشير وتشتركوا معنا في قناة رعاية علشان تتابعوا معنا كل جديد عن عالم الصحة والجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.